عفيري في حمص أيضا استشهد عامل في معمل الإحرامات بحمص وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق حمص السلمية بمنطقة تل عمل. مرة جديدة يستهدف عمال معمل الإحرامات في مدينة حمص، فقد كانوا لأكثر من مرة ضحية إرهاب مجموعات تحاول منعهم بأي طريقة من الوصول إلى عملهم وكسب لقمة عيشهم وتعطيل عجلة العمل في المعمل. واليوم صباحا تم استهداف أحد باصات نقل العمال بعبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق المؤدي إلى المعمل، مما أدى لاستشهاد عامل وإصابة 20 آخرين إصابتهم خفيفة. لكن ذلك لم يمنع العمال من مواصلة عملهم والوقوف وراء الآلات متحدين كل الظروف. خبرنا نحن وصلنا على المعمل انه بعض رفقاتنا انه استهدفوه هون، زعلنا كثير عليهم. طيب لشو؟ لشو عم يستهوا هيك؟ مو حرام جايين مشان بس يطعموا اولادهم لقمه العيش؟ ما عملوا، ما فجروا، ما ضربوا، رح نبقى نحن ايد نستعمل بهالوطن مهما صار يصير. الله لا يسامحنا على الشيء اللي عم يساووا، رح نضل نشتغل لاخر لحظه بحياتنا. نحن صامدين باذن الله وبقوه الجيش العربي السوري، ونحن موجودين مع عملنا اليوم عم يشتغل وما لنا اكلين لا هم ارهاب ولا هم خارج، ونحن ان شاء الله تعالى امورنا ان شاء الله كل ما على خير. ستبقى اراده واصرار عمال سوريا اقوى من اي شيء يحاول منعهم من متابعه عملهم، فعملهم الدؤوب هو الذي يبني سوريا.